السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتابع بنموذج رقم 4 اكزرسيس 4. السؤال بيتناول الترانسفورماسيون، سؤال كتير مهم. أيضا الملاحظة نفسها بنتمنى على التلميذ بداية يقرأ السؤال بشكل جيد، يفكر بالحل بعدين يروح لسوليسيون. منروح للسوليسيون. قبل السوليسيون خلونا نذكر على السريع بالإيبوتيز. معنى A U C est un triangle rectangle en A tel que A U égale 16, A C égale 8, B milieu لل A E, I milieu لل A B, F milieu لل B C, C est un cercle de diamètre A F. عم نقول بالسؤال سوا اس لا سيميليتود بلان ديريكت ترانسفورم ا اون بي اي او اون سي اون ديزيني بار اوميغا لو سنتر دي اس بارتي 1 ا كالكولي ان انجل اي لو رابور دي اس. فاذا الاس لا سيميليتود اس ترانسفورم ا اون بي اي او اون سي. بالنسبه للرابور كا كا إيجال هيدا على اليمين اللي هو بي سي، منقسمه على هيدا الموجود على اليسار اللي هو أ أو. فإذا كا إيجال بي سي بي سي سور أ أو إيجال بالنسبة ل بي سي dans le triangle rectangle isocèle ABC, l'hypoténuse اللي هو BC égale le côté لهيدي الأنجل دروا يعني AB fois radical 2. فإذا AB fois radical 2 sur AE. الAE حسب الدومنة بتساوي 16 égale الAB بتساوي 8. فإذا راديكال 2 سور 16 بنعمل سامبليفيكاسيون 8 و 16 إيغال راديكال 2 سور 2. بالنسبة للأنجل ألفا، ألفا إيغال الميزور للأنجل أورينتي، وكلنا بنعرف بنبلش اليسار بعدين اليمين، هي الميزور للأنجل أورينتي أ أو بي سي. ومثل ما معودين كل مرة نحن لنطلع أنجل أورينتي لدو فيكتور، النصيحة إنه يكون عندهم ميم أوريجين. إذا طلعنا بالأ أو وبالبي سي على الفيجور، فينا نبدل الأ أو بالفيكتور بي أو. فإذا الأ أو يستبدل بفيكتور بي أو، كار أ أو إي بي أو سون دو فيكتور دو ميم سونس بي سي. فإذا مثل ما شايفين أنا عم طلع المزير للأنجل أورينتي دو دو فيكتور دي دو فيكتور دو ميم أوريجين، اللي هي هون في عندي بي وهون في عندي بي. بالنسبة للمزير لهيدا الأنجل إذا بنروح للفيجور إيغال، فإذا بي أو هيدي الأوريجين اللي هي بي، بي أو بي سي هيدي هي المزير للأنجل أورينتي بي او بي سي. اولا السونس بوزيتيف عكس عقارب الساعة. نحن بنعرف انه هيدا ال A بي سي تريونجلي ريكتونجلي ايزوسيل، يعني هيدي هون بي سور 4، وبما انه الانجل A بي او بتساوي بي، فاذا بيبقى عندي الانجل او بي سي 3 بي سور 4. فاذا ايجال 3pi sur 4 modulo 2pi. Donc un angle de S est 3pi sur 4. Partie B, déterminer SB. طيب هون بنذكر انه السيميليتود اس هو السنتر اللي له اوميجا لهلا ما بنعرف الاوميجا، الرابور راسين 2 سور 2، الانجل 3 بي سور 4، لا سيميليتود اس ترانسفورم ا اون بي ترانسفورم اي اون سي. بدنا نعرف الايماج للبوان بي بار اس. البي رح نقول رح نسميها الايماج للبي بار اس هي اس بي. واهم شيء نحن نطلع على اليسار هون، ما ينطبق على اليسار ينطبق ايضا على اليمين. على اليمين ا معنى هيدي الا، معنى هيدي الا
ومعنا هيدي ال E ومعنا هيدي ال B. فإذا مثل ما شايفين ال B milieu du segment AE, B milieu du segment AE. Donc SB milieu du segment BC. Donc SB milieu du segment BC car la similitude conserve les milieux. ال SB milieu la BC إذا بروح على الفيجور فإذا ال SB milieu la BC هيدي هي ال B وهيدي هي ال C. ال milieu la BC هي ال F. Donc S de B égale F. فإذن الإيماج للسيجمون AE par la similitude S هو السيجمون BC والB milieu للسيجمون AE. Donc SB est le milieu de BC. الميليو للBC مثل ما حكينا F. Donc S للB égale F car la similitude conserve les milieux. أيضا بالسؤال déterminer le point L image de I par S. هنقول الإيماج للبوان إي بالسيميليتود إس حنسميها هي البوان إل. أيضا بنفس المنطق خلينا نطلع على اليسار، ما ينطبق على اليسار ينطبق أيضا على اليمين. بدنا نشوف شو ملاحظين على الشمال. بالنسبة للإي الإي ميليو للآ بي مثل ما ملاحظين إذا رقمت هون 1 2 3. فإذا الـ E milieu للـ AB 3 milieu للـ 1 2 بوجه الـ 1 1 بوجه 2 2 بوجه 3 3. فإذا بما إنه E milieu حسب الفيجور الـ E milieu للـ segment AB E milieu du segment AB donc L milieu du segment BF الـ L milieu للـ segment BF وبالتالي هيدي هي هون الـ point L car la similitude conserve les milieux. فإذا ال L milieu du segment BF car la similitude conserve les milieux. هلا أنا هون اختصرت الكتابة شوي، في التلميذ يفصل ويوضح أكثر من هيك. Partie C montrer que SF égale I. فإذا بدنا نبين إنه ال S de F égale اي اس للاف ايجال اي. هيدا اللي بدنا نبينه. مثل كل مرة خلونا نطلع على اليسار ونطلع على اليمين، ونحن بنعرف انه لا سيميليتود كونسيرفي لي فيجور جيومتريك اي لورينتاسيون. اذا طلعنا على اليسار عندي لي بوان ا او بي اي اف. اذا طلعنا على الفيجور عندنا تريونجل ا بي اف ريكتانجل ايزوسيل ديريكت اون اف. فإذا خلونا نروح لهون ونطلع. فإذا عندنا A عندنا B عندنا F. فإذا ABF ABF est un triangle rectangle isocèle direct en F مثل ما شايفين en F. هل على اليمين اللي صاير على الشمال صاير نفسه على اليمين؟ فإذا بوجه ال A في عندنا B، بوجه ال B في عندنا F، بوجه ال F في عندنا E. هل التريونجل بي اف اي عنده نفس الناتور مثل التريونجل ا بي اف؟ بي اف اي اذا رحنا للفيجور بي اف اي مثل ما شايفين بي اف اي ايضا تريونجل ريكتانجل ايزوسيل ديريكت او اي. دونك اس دي اف ايغال اي كار لا سيميليتود كونسيرفي لي فيجور جيومتريك اي لورينتاسيون. فإذا بأول ميثود عنوانها فيجور جيومتريك اي اورينتاسيون، هنا مثل ما حكينا اس ا ايجال بي اس بي ايجال اف اي ا بي اف ايتان تريونجل ريكتانجل ايزوسيل ديريكت اون اف اف اي اور بي اف اي ايتان تريونجل ريكتانجل ايزوسيل ديريكت اون اي. دونك اس دو اف ايجال اي car la similitude conserve les figures géométriques et l'orientation. Deuxième méthode, on va mettre le point rapport angle. فإذا نحن بهيدا البارتي بدنا نبين انه ال S de F égale I. حنحط هون انه بدنا ال S de F égale I.
خلونا نربط الاف مع بوان فو، يكون هيدا البوان سهل. اذا طلعنا مثلا بالا اف وبالبي اي، في عنا ا اف، فاذا اذا طلعنا ا اف بي اي، اذا ربطناها مع البي مثلا وطلعنا بي اف اف اي بي اف اف اي، يبدو انه الربط مع البي اسهل، فاذا رح نربطها بهيدي البوان. فاذا معنى الاس للبي ايجال اف، بدنا نبرهن الاس للاف ايجال اي. انا ححاول الغي هودي ما بدي اطلع هون وما بدي اطلع هون. فاذا انا بأول خطوة S دو بي إيغال F دو إي بدو إي. خلونا نشوف اسكو اف إي سور بي اف إيغال كا، فإذا اف إي سور بي اف إيغال الاف إي سور بي اف dans le triangle rectangle isocèle BFI. L'hypoténuse le هو BF égale FI fois racine 2. فإذا هحط هون ال FI هتركها FI sur BF. BF égale FI fois racine 2 égale 1 sur racine 2 égale racine 2 sur 2 égale k. لأنه نحن معنا similitude S، الرابور لإلو بيساوي racine 2 sur 2. بتالت خطوة 3i، بدنا نشوف هل المزير للأنجل أورينتي شمال أو اليسار BF بعدين FI بتساوي 3p sur 4. المزير للأنجل أورينتي BF FE BF FE إيجال. هلأ نحن بهمنا يكون عندنا ميم أوريجين، مثل ما ملاحظين الـ FE بوان كوما. فينا نستعمل البروبريتي اللي بتقول إنه BF فيني أعملها FB وبعدين هون FE، هنزود بلوس بي مودولو 2P، لانه بالانجلي اورينتي اذا عكست احد الفيكتور بزود بي. اذا رحنا للفيجور صار في عندي هون دو فيكتور دو ميم اوريجين اللي هي اف اف. اذا رحنا على الفيجور اف بي اف اي، هيدي الهون بتساوي موان بي سير 4 اف بي اف اي، لانه هيدا السونس ديريكت، ايغال موان بي سير 4 بلس بي modulo 2π égale moins pi sur 4 plus pi égale 3π sur 4 modulo 2π égale l'alpha اللي هي الانجل لهيدا similitude S. i 2i 3i بيسمحوا لنا نقول انه S de F égale i. on en déduit que S de F égale I. Partie 2, soit F égale S rend S. بالpartie الأول مطلوب trouver la nature, le rapport et l'angle de F. طيب نحن هون خلونا نتذكر انه معنى الاس هو سيميليتود دو سنتر اوميجا. لهلا ما بنعرف الاوميجا دو رابور راسين 2 سور 2 اي دونك 3 بي سور 4. الاف بيساوي انا اف ايغال اس ران اس، يعني الاف هو كومبوزي دو دو سيميليتود. دونك الاف هو حيكون سيميليتود دو ميم سنتر لإلو حد الأوميجا، بس الأوميجا ما بنعرفها، دو رابور راسين 2 سور 2 فوا راسين 2 سور 2 اي دونك 3 بي سور 4 بلس 3 بي سور 4. اف اتون سيميليتود هيدي بالنسبة للناتور دو رابور راسين 2 سور 2 فوا راسين 2 سور 2 يعني بتساوي 1 سور 2 et
d'onglet. 3 pi sur 4 plus 3 pi sur 4 اللي بتساوي 6 بي سور 4 يعني 3 بي سور 2. طبعا ما ننسى على السيركل تريجونوميتريك 3 بي سور 2، 3 بي سور 2 هي هيدي من هون لهون 3 بي سور 2. ديتيرميناسيون برينسيبال لها هي من هون لهون اللي هي الموان بي سور 2، فإذا الأفضل نقول الأنجل هي موان بي سور 2. Donc F est une similitude de centre oméga, la halla mamnarfu, de rapport 1 sur 2 et d'angle moins pi sur 2. Partie B, déterminer FA et FB. بالنسبة là, FA, فإذن FA égale S rang S l'A. Égal S de S de A égal S la نرجع S la A مثل ما شايفين S la A B égal وال S la B égal F. منروح la F de B F de B égal S rang S de B égal S de S de B égal S مثل ما شايفين ال S لل B كمان هي F égal S de F وال S لل F مثل ما شايفين هي بتساوي E. donc F de B donc F de B égal E. partie C, en déduire une constriction du point oméga. L'oméga est centre de la similitude S. بدنا نعمل constriction لل point oméga. طيب هلا نحن هون بنذكر انه ال F طلع معنا similitude de centre oméga de rapport 1 demi et donc le moins pi sur 2 et F transforme حسب البارتي B transforme A en F et transforme B en I. طيب هلا F A égale F donc oméga F égale 1 sur 2 oméga A et la mesure de l'angle orienté oméga A oméga F égale moins pi sur 2. فإذا oméga A oméga F égale moins pi sur 2 modulo 2 pi. فإذا إذا ركزنا بالoméga عم نقول oméga A oméga F égale moins pi sur 2, donc oméga se trouve sur le cercle de diamètre AF. Donc oméga appartient au cercle C de diamètre AF. C هو هيدا السيركل الموجود بالهيبوتيز اللي عنده الديامتر AF. D'autre part, la similitude F transforme B en I. نفس الشيء صار فينا نقول oméga I égale 1 sur 2 oméga B. Et la mesure de l'angle orienté oméga B oméga I égale moins pi sur 2. عم نقول انه oméga oméga B oméga I égale moins pi sur 2 modulo 2 pi. نفس الشيء صار فينا نقول انه الoméga appartient au cercle C' de diamètre BI. فإذا ال point oméga se trouve sur le cercle C de diamètre AF et sur le cercle de diamètre BI. خلونا نرسم cercle de diamètre BI. رح ناخد البكار ونرسم cercle de diamètre BI. فإذا ال oméga حيكون هي ال point d'intersection de C et C' autre que I. كار لأنه نحن بسؤال سابق الأس للإي برهنتها بتساوي L، يعني الإي منا انفاريون بار أس. دونك الأوميغا هي هيدي البوان الموجودة هون هي الانترسيكسيون دي سي إي سي بريم أوتر كو إي.
Donc, oméga est le point d'intersection de C et C prime autre que I, car S I différent de I, là, S I est partie sabic tolamana, c'est oui, l'al. Mais nous allons la partie 3, soit M, un point quelconque de C est distinct de F et I, et soit M prime égale SM. Partie A, déterminer le cercle, déterminer le cercle C prime, image de C par S. La similitude S transforme A en B, transforme F en I, donc transforme le segment AF en le segment BI. Donc transforme le cercle C de diamètre AF en le cercle C' de diamètre BI. Donc S là l'AF, مثل ما حكينا, بيساوي segment BI. Or, C est le cercle de diamètre AF, donc son image est donc son image par S et le cercle est le cercle C' de diamètre BI. بنروح للبارتي بي. بالبارتي بي عم نقول مونتري كو ام بريم ابارتيان ا سي بريم اي كو ام اي اي ام بريم سونت اليني. طيب لنبرهن الام بريم موجودة على السي بريم. حنبلش حديثنا ونقول انا ام ابارتيان او سيركل سي. ام ابارتيان او سيركل سي دونك الاس للام appartient à la S la C. Donc la S la M حسب l'hypothèse بتساوي M prime appartient, ou بالpartie l'ablo بينا انه la S la C بتساوي C prime, وبالتالي la M prime موجود على C prime. بقي أن نبرهن أنه الأم والإي والأم بريم هن اللينية. هلا خلوني شوي أستبق الأمور. اتخيل الأم بريم وين؟ عم نقول الأم بريم موجودة على السي بريم والأم والإي والأم بريم اللينية. إذا وصلنا الدروات أم إي بهالطريقة هيدي عنا هيدي الأم، يعني هيدي هي هون حتكون الأم بريم. فإذا بدي برهن M E A M بريم سون أليني. طيب هلا نحن لنبرهن إنه ال M E M بريم أليني، حنبرهن إنه المزير للأنجل أورينتي E M E M بريم إيجال P. طيب الأنجل المزير للأنجل أورينتي E M E M بريم أون يوتيليزون لا ريلاسيون دو تشال E M E M بريم إيجال E M E أوميجا بلس E أوميجا E M بريم. إذا وصلنا ال E أوميجا en utilisant la relation de Chal, I, M, I, M prime égale I, M, c'est une mesure de l'angle I, M, on va mettre un vecteur I, oméga, plus une mesure de l'angle orienté, I, oméga, I, M prime. طبعا فينا نقول مودولو 2 بي. وهون خلينا نرجع لل انا بسميه هيدا هودي البوان اللي هن الصندوق الاسود لهيدا السؤال، لانه هودي اذا ما بينحطوا بهالطريقه فوق بعض انا اعتقد حسب رايي المتواضع انه حنفوت بمشاكل كبيره. طيب هيدا الصندوق الاسود موجود معنا، بدي زيد عليه انه الام تتوجه لام بريم حسب الهيبوتيز، و اوميجا تتوجه الى اوميجا لانه الاوميجا هي بوان انفاريون بار اس، كار اوميجا الي سنتر دو اس. نحن بنعرف انه لا سيميليتود كونسيرف لي ميزور دي زونغل اورينتي. عم نقول اي ام اي اوميجا، اي ام اي اوميجا، عندنا اي ام اي اوميجا بوجهها على اليمين، الإي أم في بوجه الأم بريم،
الاي اوميجا في بوجه الاوميجا. زير للانجل اوريونتي اي ام. المزير للانجل اوريونتي اي ام اي اوميجا ايجال مزير للانجل اوريونتي ال ام بريم ال اوميجا. Car la similitude conserve les mesures des angles orientés. طيب هلا إذا رجعنا من هون لفوق، الأنجل أورينتي إي إم إي أوميجا يستبدل بـ إل إم بريم، فإذا إل إم بريم إل أوميجا إل إم بريم إل أوميجا بلس إي أوميجا اي اوميجا اي ام بريم. مثل ما شايفين لي كاتر بوان اي اوميجا ال ام بريم سي تروف سور لو ميم سيركل سي بريم. بس اسمحوا لي هون وضح شوي بعض الامور خارج الفيجور الموجود عندنا هون بشكل مكبر. فاذا هيدا هو السيركل سي بريم، كبرته شوي منشان نوضح بعض الأمور. في عنا هيدي ال موجودة على السيركل سي بريم، عندي هيدي هون الأوميجا، عندي رح أعتبر هيدي مثلا هون الأم بريم، وعندي هيدي هي هون البوان إي. عم نقول المزير للانجل اورينتي ال ام بريم ال اوميجا ال ام بريم ال اوميجا، هو هيدا السونس نيجاتيف، هيدا السونس نيجاتيف ال ام بريم ال اوميجا بلس لا مزير دو لونجل اورينتي اي اوميجا اي ام بريم كمان السونس نيجاتيف. مثل ما شايفين الاي الاوميجا الال والام بريم هن كاتر بوان موجودين على نفس السيركل سي بريم، يعني صار عندي الاي اوميجا ال ام بريم كوادري لاتير انسي كريبتيبل، وبالتالي مجموع اي دو اونجل اوبوزي بيساوي 180 درجة. او اذا بدنا بمعنى اخر الاوميجا ال ام بريم هي انجل انسكري انترسبت لارك اوميجا ام بريم، بتساوي الميزور للارك اوميجا ام بريم هيدا سور دو. نفس الشيء الاوميجا اي ام بريم هي انجل انسكري انترسبت لارك اوميجا ال ام بريم من فوق، وبالتالي بتساوي هيدي الانجل الميزور للارك اوميجا ال ام بريم سور دو، يعني صار مجموعهم بيساوي الميزور لكل الارك يعني 360 على 2 يعني 180. فاذا هودي هون في موضوع مهم لازم ننتبه له بالنسبه للاورينتاسيون، انه اثنيناتهم موا، يعني بنرجع لهيدا الصوم الفوق، هيدا الصوم الموجود عندنا فوق بيساوي إيجال موان بي مودولو دو بي. موان بي مودولو دو بي يعني بتساوي بي مودولو دو بي. دونك إي أم إي أم بريم إيجال بي مودولو دو بي. دونك إي أم إي أم بريم سون أليني. Partie C, on déduire une construction du point M' à partir du point M. Alors, هيدي حكيناها فوق، يمكن نحن استبقنا شوي الأمور. M' est le point d'intersection de la droite MI avec le cercle C' autre que I. Donc M' est le point d'intersection de MI et C' autre que I. وهون بحب وضح انه ال F موجود على السيركل C وال M distinct de F. Donc SM distinct de SF. ال S للM هي M' وبتضلني او حسب نحن بالسؤال فوق مطلعين انه ال S لل F بتساوي ال point I، وبالتالي ال M' دائما ما بتكون confondue مع ال point I. لهالسبب قلنا autre que I. منروح للبارتي 4. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé IUV tel que
U égale vecteur IB. Partie A, montrer que l'écriture complexe de S est Z prime égale I moins 1 sur 2Z plus I plus 1 sur 2. فإذا الفكتور U هو الفكتور IB، هيدا الفكتور IB، هيدا هو الفكتور U، والفكتور V هو هيدا الفكتور EF، لأنه عنا الريبير أورتونورمي ديركت. طيب احنا بنعرف انه انا خلونا نقول انا زاد بريم ايجال A زاد بلوس B، بالنسبة للـ A A إيجال K فوا E I ألفا إيجال الـ K هي راسين 2 سور 2 فوا E I الأنجل ألفا هي 3 بي سور 4 إيجال راسين 2 سور 2 كوسينوس 3 بي سور 4 plus I sinus 3π sur 4 égale racine 2 sur 2 le cosinus de 3π sur 4 est moins racine 2 sur 2 plus I sinus de 3π sur 4 est racine 2 sur 2 إذا بنعمل multiplication le barra مع الجوة هيدي إذا بعمل multiplication بيطلع موان 1 سور 2 إذا بنعمل ملتبليكاسيون هايدي مع هايدي بلوس إي فوا 1 سور 2 إيجال إذا برتبها حيطلع عندي إي موان 1 سور 2 دوتر بار إس دو أ إيجال بي دونك بستعمل هيدا الفورم كومبلكس دونك زد ب إيجال أ زد أ بلس ب بالنسبة للزد للب زد للب إيجال أ أ إيجال الأ معناه إي موا أ سور دو زد للأ إيجال موا أ بلس ب دونك ب égale 1 plus i moins 1 sur 2 et j'amène au deux dénominateurs communs, ça va être 2 moins 1 et on va être i plus 1 sur 2. Donc z prime égale l'a i moins 1 sur 2 z plus B اللي هي I plus 1 sur 2 البارتي الأخير اللي هو البارتي B ديدوير la fixe du point omega الأوميغا هي السنتر للسيميليتود S يعني Z omega إيجال B sur 1 moins A égale B طلعنا B اللي هي I plus 1 sur 2 sur 1 moins A اللي هي I moins 1 sur 2 إذا ضربنا فوق وتحت ب 2 حيطلع I plus 1 sur 2 moins I plus 1 égale 1 plus I sur 3 moins i. إذا ضربنا بالكونجيجي للدينوميناتور بيساوي فوا بنضرب بتروا بلس اي تروا بلس اي نعمل كالكول إيجال بالنسبة للدينوميناتور حيطلع ناف بلس ان نيميراتور تروا بلس اي بلس تروا اي موان ان إيجال 3 moins 1, 2, plus 4i sur 10 égale 2 sur 10, yani égale 1 sur 5, plus 2 sur 5i.